السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله، أهلا وسهلا في قناة أرزاق وأعمال. نكمل إن شاء الله اليوم الـ VIP جروب، مشاريع أونلاين، يعني طريق كسب المال والبيزنس عن طريق هذا البرنامج اللي إحنا بنستعمله. راح نوريكم طريقة إن شاء الله اليوم كبيرة جدا، ممكن إنك تجيب ترافيك كبير جدا او تسويق للافلييت تبعك، للينك الافلييت. طبعا احنا بنحكي مش للمبتدئين، احنا بنحكي للناس اللي بتعرف ايش بنحكي عن الافلييت. هذا طبعا فيديو متقدم، او سي بي اي، تسويق للسي بي اي عن طريق موقع معين. راح اجيب لكم كل الترافيك بكبسة زر، افرجيكم كيف نحصل على ترافيك كبير جدا. شوفوا معاي مثلا، هنا ندخل على موقع ريدت اللي هو معروف جدا. موقع ريدت فيه عليه حركة كبيرة جدا 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 من الناس، وحركة نظيفة، يعني ناس ما بيعملوا سكام، ما بيعملوا تعليقات على الفاضي. موقع نظيف يعني، واللي بيعرفوه أكيد بيشهدوا بلال. ندخل على موقع ريدت ونختار، نستخرج منه الداتا، نستخرج منه مثلا آخر، مثلا نيوز، أخبار مثلا، أو التوب أشياء. مثلا ناخذ، نختار توب أشياء، أكثر توب، يعني توب في هذا الموقع الجديد. نضغط هون جيت داتا، كبسة زر واحدة يظهر عنا زي ما انتم شايفين على الشاشة، يظهر عنا توب مواضيع اللي انتشرت على هذا الموقع. شوفوا معي، شوف عنا الرانك، عندنا الفوتس، كم من واحد صوتوا أو حكوا أو تجادلوا على الموضوع. أوكي، كمية كبيرة جدا، شكل الأرقام كيف، يعني 91,000 على هيك موضوع. مثلا ماي فريند، احنا على فكرة على الموضوع مش مهم إن حاليا شو بيحكوا، لأن في كثير مواضيع مهمة بيحكوا عنها وبيتجادلوا عنها بطريقة حلوة طبعا وبأسلوب جميل. وفي عندنا كمان اللينك تبع الموقع تبع الموضوع، في عندنا أي دومين، في عندنا متى، الوقت، قبل 9 ساعات، قبل 17 ساعة، قبل 13 ساعة، هذا الوقت شايفين. مين اللي كتبوا وأي كاتيجوريا، مش مشكلة. فكروا الكومنتس هون شباب، مهم جدا الكومنتس، في عندنا 2380، تقدر تضغط هون تغير، تجيب أعلى كومنت في أي موضوع أو أقل كومنت في أي موضوع زي ما بدك أنت. فاحنا بنشوف اللي الكومنت العالي مثلا هون 2300، هون 2300 وإشي، نضغط عليه مثلا شوف شو حكوا، شو في، نضغط هون فيزيت، بنروح على ريديت وبنشوف شو كان الجدل. هنا الموضوع اللي حكوا عنه مثلا، هذا حاط موضوع معين مش مشكلة، شو هو زي ما شايفين صورة مع موضوع، أخذها من انستغرام أو من تويتر، مش مشكلة شو، وحكوا عنه. أوكي، شايفين تحت كم كومنت، مليان كومنتات. ممكن إنك تدخل تتسجل في هذا الموقع وتبدأ مثلا تتجادل معهم، ترفع كومنت، تحكي بوست، وخلال ذلك ممكن إنك تسوق للأفلييت تبعك بطريقة حلوة طبعا، مش سكام. شايفين قديش في حركة، هاي 9 مثلا، هنا مثلا قبل 8 ساعات كذا واحد، هاي 12 ريبلي، 6 ريبلي، 10 ريبلي، يعني كمان على الكومنت نفسه في ريبلي. اوكي، كمان على الكومنت نفسه في كمان كومنتات، كمان تجاوب، كمان تجادل، بيحكوا على موضوع هذا. طبعا مبين يعني قدام عيونكم قديش عليه حركة، هذا الموقع حركة كبيرة جدا وزيارات ضخمة جدا. ما اللي ما بيعرف كلمة حركة يعني، نقصد إن زيارات لهذا الموقع. أنت ممكن تسوق هنا بهدوء، تحط اللينك تبعك، اللينك تبع الموقع تبعك، فيه لك ألف طريقة إنك حسب البرنامج اللي بتشتغل عليه أنت، بتشتغل في السي بي إيه، في الأفلييت، في أي شيء ثاني ممكن تستفيد. إحنا بنحط قدامك هذا الفكرة مشان تشوف، ممكن إنك مثلا تاخذ هذا الموضوع كمان فكرة أخرى. هذا الموضوع مثلا فيرالي يعني بينتشر بشكل رهيب، ممكن تاخذ البوست هذا وتحطه عندك في الفيسبوك،
انت شايفين عندنا قديش 2334 كومنت في عندك، كمان شير في عندك، اللي بدك اياه تقدر تاخذ تحطه في الفيسبوك او في الانستغرام تبعك، وكمان انت تعمل عندك حركة كبيرة ويعمل تكون فيرالي، بوست فيرالي، وكمان هذا بيجيب كثير زيارات. اوكي، هذا فقط واحد. تخيل احنا عندنا صفحة مليانة هون، مليان، ممكن تنتقل هون، تنتقل هون بعد، وبعده تنتقل كمان هون وهون وهون، وتشتغل. ها، اذا الصفحة هاي ما كفتك فيها حوالي 25 واحد، ننتقل على صفحة بيج، بكتب اثنين ثلاثة زي ما بدك، ثلاث صفحات، اربع صفحات، خمس صفحات، بسحب لك، بجيب بيعبي لك كل الصفحة زي ما بدك. اوكي، ممكن تنتقل من التوب مثلا للنيو. اوكي، ممكن تنتقل للكونتروفيرسيال مثلا، حط جيت مثلا. اوكي، هذا طبعا جميل جدا. طبعا نعمل كلير، نمحى الاشياء اللي قبل، نعمل جيت داتا من جديد، بيطلع لك كل اللي بدك اياه. شايف، بعمل لك الفوت 17 24، قديش عليه تصويت، قديش عليه حكي، قديش عن هذا، قديش الكومنتات هون، اي كاتيجوري موجود، بوليتيكال او فاني او اي شيء. البرنامج هذا رهيب جدا جدا جدا، وفيه كثير اقسام طبعا. احنا فممكن تتابعني في فيديوهات قبل، في القناة تبعتنا فيديوهات قادمة إن شاء الله، كله بتحكي عن البرنامج هذا، وكيف البرنامج هذا لحاله، برنامج لحاله بتعمل منه يعني أرباح هائلة جدا، في مواضيع ضخمة، في أدوات قيمة جدا في عدة مجالات، كل التجارة الإلكترونية، إي بي، أمازون، أليكس بريس مثلا، تويتر، انستغرام، فيسبوك، استخراج داتا، كل شيء ممكن يخطر على بالك. تابعنا وحياكم الله، وأهلا وسهلا فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.